سهل. وليد الركراكي ولد البلاد اللي كيقود المغرب بعد 36 سنه للدوره الثمانيه النهائي من كاس العالم. وليد ما يمكنناش نوصفوا هذه اللحظات شخصيا، ما عندي ما نقول، نخليك كلمه. شوف اون سوفير اوجوردي، الماتش ما كان ساهل بزاف د العيا، ميم ليموسيون، هذيك الضغط، ديك لا بريسيون ولا خسرتي، ديك ديما كترانا حنا المغرب كتقول ديما غيماركيو عليك غيديروه، ملي ماركاو ديك البيوت جوج لواحد بحال اللي تحلعنا بالحق. اللي كان مهم هي الربح، دو فيكتوار في هذا الجروب 7 بوان، كنا ربحنا غير جوج ماتشات في حياتنا كامله في كاس العالم، ديرناها في كاس واحده. بغيت نقول شكرا للعابه، ملي كنقول لكم ديما ملي كاين ولاد الناس كيتيقوا باغيين يتقاتلوا على البلاد، وحتى هذا الجمهور اللي كيستاهل حتى هما عاونونا ولا ما كانوش والله ما ندوزو، كيبغيو بلادهم وبغيت نحتي هاد لا فيكتوار الشعب المغربي وحنا معاهم مازال غنتقاتلوا. يفو ريكوبيري، يفو فيت بونسي او 8 دو فينال. مي جو تري زورو باسكو باش نحكي لك اون انيكدوت، السيمانه كامله كنفكر 86 كنت باقي صغير، كان عندي 11 سنه، انا في شون بونليو فرونسيز، وكنت ومني المغرب ربحوا مع البرتغال كنت فرحان بحال لي شي حاجه اللي ما كايناش، وردينا لهم. دابا كان شي مغاربه غيشوفوا المغرب تاهل دوزيام تور. كنت عرقان اكثر من اللعابه. لا عرفتي البريسيون اللي كان عندي، ما نكذبش عليكم وخا نقول لكم اللي بغيتو. جينا في واحد التوقيت اللي كان صعيب، الحمد لله تاقوا فينا، حطينا لو ماكسيموم والحمد لله لو ريزولتا هي دونك فوالا. والوالده والوالد كنبغيهم هما الوالدين، مردين كاملين، كاين مردين في التيران، مردين والشعب دار النية معنا دونك الحمد لله. اسيدي مبروك مره اخرى. مبروك وليد خويا. تصريح معبر لنخبر الوطني وليد الركراكي هنا الاحتفالات من نوع خاص.